ازيكم؟ حبيت اتابع معاكم على السريع تحدي الاسبوع اللي فات او الاسبوع ده، اللي هو ان احنا نمارس يوجا كل يوم 10-20 دقيقة. للاسف انا محبطة جدا جدا من التحدي ده، حاسة ان هو يعني ان انتم ما خدتوهوش بالجدية اللي كنت بتمناها، مع انه يعني كان هيفرق بجد قوي 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 معاكم، لان انا مجربة. مش عارفة يعني اطلب منكم ان انتوا تدوا نفسكم فرصة تانية وتعملوه تاني. احنا مش فاهمين يعني ايه يوجا. يوجا حركات مش سهلة ولا بسيطة، ولكن حركات خفيفة وناعمة وخفيفة على المفاصل بتاعتنا، وخفيفة على جسمنا اللي مش واخد على الرياضة وتعب الرياضة ومش مستعد ليها. الميزة كمان ان احنا ممكن نعمله في البيت. يعني انا عايزة اقول لكم ان انا عملته قبل ما انزل مشواري، عملت 10 دقايق، ولما هرجع ان شاء الله هكمل 10 دقايق التانيين. ما احتجتش اعمل اي استعدادات خاصة خالص، عملته في الارض في اوضة النوم. جبت اللابتوب بتاعي وشغلت فيديو من الفيديوهات. انا كمان عملت سيرش ولقيت ان في فيديوهات كتير بالعربي يعني، وحطيت لكم لينكات للفيديوهات دي. مش عارفة، نفسي تجربوا تاني وتحاولوا شوفوا الفيديوهات، شوفوا الحركات، هتلاقوا ان هي سهلة، مش صعبة خالص، ودوها فرصة تانية. ادوا اليوجا فرصة تانية زي ما انا اديتها فرصة تانية. اعتقد ان اليوجا حل فيزيبل، حل واقعي لكل الناس اللي ما عندهاش فرصة انها تروح تلعب رياضة او تروح نادي او تنزل تجري في الشارع. بلادنا مش مصممة للرياضيين، واغلب الستات والرجالة كمان على فكرة ما عندهمش الوقت وما عندهمش المكان والحيز والفلوس عشان يروحوا يمارسوا رياضة ويلعبوا. وللأسف بقى صحتنا في الضياع. جربوا تاني. بطلب منكم طلب شخصي ان انتوا تفتحوا الفيديوهات وتشوفوا بنفسكم، وتحاولوا مرة واثنين وثلاثة وسبعة. ده تحدي، ده كان تحدي الأسبوع ده. الأسبوع الجاي بكرة أنا بعمل كل يوم 4، بكرة إن شاء الله هحط تحدي تاني جديد. حاولوا تمشوا كل التحديات اللي احنا عملناها مع بعض كلها مع بعض. يعني أعتقد دلوقتي بعضكم بقى عنده عادة إن هو يكتب كل ليلة إيه المهام اللي عايزين ننفذها بكرة. الشوية القليلين منكم اللي قرروا إن هم يمارسوا اليوجا بيمارسوها. مع تحدي بكرة هيبقى في عندنا 3 عادات يومية بنعملها كل يوم عشان نحسن حياتنا. يعني معلش، خليكم معايا وتابعوني واحدة واحدة، وصدقوني والله كل حاجة هتبقى زي الفل. أشوفكم بكرة وأنا بقول لكم التحدي الجديد.